بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحببنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنلتقي اليوم في حلقة نادرة ورؤية مشرفة ومقلقة. أولا يسعدني ويشرفني في هذه الليلة وشرفنا في قناة الاستشفاء من أول مرة الأستاذ الدكتور محمد حنفي، أستاذ علم الحديث والدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة المنصورة. ومرحبا بك يا سيدي وعالمنا الجليل. هذه الرؤية حملت فيها السيدة زينب رضي الله عنها على يدي، وكان أخويها الحسن والحسين بجانبي، فماذا حدث معي ومعها؟ انتظرونا بعد الفاصل. رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من بعدي إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصادقة فيها جزء من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة للرؤية الصادقة العادية، فما بالك إذا كانت الرؤية فيها آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا هقص هذه الرؤية بعد أن عرضتها على المسؤولون ورجال الدين والعلماء، وهذا العالم الجليل يفسر لنا جزءا منها ويعطي لنا الاحتياطات الأمنية التي تحفظنا وتحفظ مصر إن شاء الله رب العالمين. أولا، رأيت أنني أسير في شوارع القاهرة وبالتحديد في المنطقة التي فيها خان الخليلي، وهي منطقة مشهورة والتي تطل في نهايتها على مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فدخلت متحفا للآثار، هذا في الرؤية. هذا المتحف أشبه بالمتحف الحربي الذي في قلعة صلاح الدين، أو يقال عنها للسائحين قلعة محمد علي كما تظهر في الصورة أمامكم. هذه صورة للمتحف الحربي، ولفظ الحربي هيدينا دلالة رمزية في الرؤية لطلاسم يستلزم فكها. دخلت المتحف ووجدت فيه أناس كثيرون، وناس أجانب وناس عرب يقولون ويمرحون ويمشون، فإذا بي أجد السيدة زينب رضي الله عنها نائمة على ظهرها في وسط المتحف بالضبط، وبجوارها الحسن والحسين رضي الله عنهم. السيدة زينب رضي الله عنها والحسن والحسين إخوة، أبوهما هو الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، وأمهما هي فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حينما نظرت إلى الصورة الكلية وجدت الإمام الحسين رضي الله عنه على اليمين، والسيدة زينب رضي الله عنها في الوسط،
والإمام الحسن رضي الله عنه على اليسار، ورأيت صورتهما وهما أطفال في السن والعمر الذي كان يلعبان فيه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة. فوجدت صورة الإمام الحسين وهو طفل ووجهه مستدير وفيه قصة من الشعر مسترسل وفوق الحاجبين كأنها مقصوصة كده بشكل جميل. ثم أران الله سبحانه وتعالى صورة أخرى لهما وهما شباب. رأيت صورة الإمام الحسين وهو شاب في السن أو العمر الذي كان فيه في معركة كربلاء، ثم رأيته مذبوحا. وهنا يعتبر الشيء المقلق الذي في الرؤية. الرؤية فيها شيء مبشر وشيء مقلق. ثم وجدت السيدة زينب رضي الله عنها كأن جسدها مقصوص ثلثه، يعني الذراع مقصوص وجزء من الجانب طولي وجزء من الفخذ، مثل الذبيحة أعزكم الله اللي بتكون معلقة والجزار قطع منها جزء بالطول. هذان الموقف. ثم أرانا الله صورة كلية للسيدة زينب رضي الله عنها كاملة الجسد بطولها وعرضها وملابسها ولون ملابسها ووجهها، ونمت هكذا وضحكت هكذا. لما وجدتني وأحست أنني بجانبها فرحت وضحكت، فأنا من فرحتي أنني شفتها بهذا الجمال الذي لا يوصف، وأنا أقول لكم جزء من أوصفه الآن. حملتها على يدي، لما حملتها على يدي وجدت الناس يتجمعون حولي، فمكثت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصيغ، لم أتذكر أي واحدة منهم إلا واحدة فقط، وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهادي من نادانا للإيمان فهو نعم المنادي، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهادي من نادانا للإيمان فهو نعم المنادي، صلاة يفوح شذاها في كل نادي وتملأ السهل والوعر والوادي، تصلح بها نفسي وأهلي وأحبابي وأولادي وتديم بها علي إمدادي وتجعلها عندك زخري وزادي، واحشرنا في زمرته يوم ينادي المنادي. الناس تجمعوا وكأنهم يرددون ورائي أو يستمعون لي، ولكن أنا كنت بشوف حركة شفاهم بتتحرك. لما العدد اكتمل يا دكتور محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ان شاء الله انزلت السيده زينب من على ذراعها، الله الله الله، بصورتها الكامله، الله الله، وكانت فرحانه وبتبتسم قوي، الله عليه وسلم. ولكن وجدت بجانبه رجل مغربي او رجل ليس مصري يردد بصيغ من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغ غير اللي أنا بقولها. كلمة الصلاة على النبي في المنام في الرؤية دي
توثق لك ان دي رؤيه صادقه من عند الله. لان ممكن لو ما فيش فيها صلاه على النبي ممكن واحد يقول لك ايه ده، ممكن راى صور شيطانيه، ممكن اي واحد او اي واحد. لا والعياذ بالله. ولكن ايه لما يجي فيها الصلاه على النبي والناس بتقرها وترجل ورانا قال بيت النبي، اللهم صل على النبي، خلاص اللهم صل على سيدنا محمد. طيب تعالى بقى، وخلي بالكم للامانه انا اول مره في حياتي كنت ارى الامام الحسين رضي الله عنه والسيده زينب والامام الحسن، وربنا ولهم في لقطه واحده كلهم. نعم كنت رايت والدتهما السيده فاطمه الزهراء رضي، كلمتني وكلمتها، وهياتي ذلك في سياق هذه الرؤيه ان شاء الله. انا بعد ان وضعتها جئت بورقه واخذت اكتب ارسم مثلثات في الورق، مثلث مثلث مثلث، واعمل سهم وهيظهر امامكم على الشاشه الان. السهم ده يدل على ايه؟ يعني اقول إيه؟ ان هذه الصيغه مناسبه لكذا، والصيغه دي تقولها في الحاله الفلانيه، وهذه الصيغه تقول في الحاله الفلانيه. وبعدين فضل مربع ابيض في الورقه. المربع على اليسار قلت ايه؟ اكتب اسمي. انت تكتب اسمك وتسجل اسمك هنا، اي واحد هيمر من هنا يعرف ان انت لك بصمه في المكان ده او لك انجاز، انا مش عارف الانجاز اللي انا عملته او البصمه، وهيذكروك ويعرفوه. ورجعت قلت لا، انا كده هبقى مراقب، انا اريد ان يكون العمل خالص، العمل خالص لوجه الله. وقمت ايه؟ قلت لا اكتب اسمي. ثم استيقظت من النوم. طبعا في تساؤلات يا دكتور محمد. نعم. ايه هي؟ نعم اتفضل. ليه السيده زينب رضي الله عنها، انا بسال نفسي، نعم، كانت في المتحف الحربي في القلعه، والمتحف الحربي ياخذ الصبغه العسكريه؟ دلاله على ان في حاله حرب او في حاله توتر في هذا المكان. نعم. وحاله قلق، وهناك من يريد السوء. نعم. بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. يعني هذا يظهر لنا في بدايته، هذا يظهر لنا في بدايته ان هناك حاله تربص بهذا المكان بالذات، لان انت في رحاب سيدنا الحسين. نعم. وفي خان الخليل وفي المتحف الحربي. يعني لست في مثلا في المفروض تكون انا شفتها في مقام، لست في مقام او لست في داخل المسجد او المحراب. لا ليس في المسجد. وجدت في نفس المكان الذي فيه سيدنا الحسين في المتحف، وجدت المتحف الحربي، ووجدت هذه المشاهد يعني الصعبه فعلا. انت عندما ذكرت تذكرتنا بحديثة كربلاء، وكأن سيدنا الحسين مقتول الآن أمامنا، يعني أنت رأيته وهو في يعني ممكن يحدث شيء مع ما، ورأيت السيدة زينب وهي شطرين نصفين، جزء منها مشطور، السرس جسدها مقطوع، كأن هناك هذا يوحي لنا بأن في شيء سيحدث. لكن نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله أن يحدث شيء، لا نتمنى ذلك طبعا. لا لا لا، لكن لا هو السلامة موجودة في الرؤية أيضا، في الرؤية. نعم. يعني ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لم يرد أن يغضبك أو أن يحزنك، لأنك شاهدت مشاهد يعني مفزعة. نعم. لكن في نفس الرؤية أنت حملت السيدة زينب، وهذه كرامة، وهذه كرامة تعد إن شاء الله من كراماتك يعني. الله يبارك فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يحققها في منزلتك ورفعتك ومكانتك، ان انت ان شاء الله تكون مع يعني مع اهل البيت ان شاء الله. ربنا يبارك فيه. فكونك حملت السيده زينب وانقذتها، وكونك رايت سيدنا الحسين ورايت وجهه الشريف، وانت تقول ان هذه يعني رايت امه السيده فاطمه الزهراء. نعم. رضي الله عنها بنت سيدنا رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم، زوجة امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب. اللهم صل على سيدنا. يعني هذه منزله ما بعدها منزله. الحمد لله. فربنا اكرمك بانك رايت الذريه. الله. رايت السيده زينب رضي الله عنها، ورايت سيدنا الحسين رضي الله عنها، وانت وصفت ووصفت وصفا دقيقا، لانك ذكرت الوجه المستنير. نعم. المشرئب بحمره. نعم. الابيض. الجميل.
والجيوش بوجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه فعلا مواصفات صحيحة ودقيقة في السنة النبوية، وأنت لا تكذب، ونعوذ بالله أن تكون منهم يعني كذا تكذب على أهل بيت النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت درست السيرة النبوية، هذه مواصفات السيدة زينب. هذه مواصفات وهذه يعني رؤي حقيقية. نعم. الله يبارك فيك. هكذا أنا لما شفت المتحف الحربي دار في ذهني إن فيه شيء معين يأخذ الصبغة العسكرية أو الأوامر الصارمة، هناك تربص تجاه شيء معين. رقم اثنين، لماذا جسدها مقصوص؟ رقم ثلاثة، لماذا أنا بالذات الذي أحمل هذه السيدة زينب؟ قلت هذه قضية سوف تصار، لأن شفت ورقة بوقع عليها وناس كتير جايين يسمعوني، معناها إن أنا هيكون لي دخل بهذا الأمر اللي بيتأذى منه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل أن أنا هتدخل أو أحد يتدخل على المستوى الرأي العام. تسمح يا دكتور سمير بالإضافة؟ نعم. سيكون لك شأن كبير، وتدخلك هنا شأن كبير، سيكون لك شأن كبير في رفع ذكر آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن كبير أن ترفع ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاتك وبقناتك التي هي عنوانها الاستشفاء. نعم. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فسيكون لك شأن عال في رفع ذكر آل البيت وفي نشر توقيرهم واحترامهم والتقرب إليهم والتودد إليهم، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الله 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 اللهم صل على. من أجل ذلك يا دكتور محمد، نعم، قلت أنا لابد، جه في خاطري إن فيه ترميم كان موجود في مسجد السيدة نفيس. نعم، ده قريبا جدا. وقلت أكيد في خطأ ما غير مقصود في الترميم. لابد. إذن أنا لابد أخاطب رئيس الجمهورية. نعم. لأن القضية لقضيتي. عشان ربنا يبين أنا حملتها على يدي، يبقى معناها القضية السيدة زينب. نعم. مفيش حد هيجرؤ يوصل هذه الكلمة لرئاسة الجمهورية اللي أنا. نعم. فأنا بدأت بنفس، قمت أنا كتبت رئيس الجمهورية كما يظهر أمامكم على الشاشة: جمهورية مصر العربية، السيد معالي رئيس جمهورية مصر العربية، بعد التحية، نحن نعلم أنكم تولون اهتماما بالغا بمساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مصر، ولقد رأيت رؤيا للسيدة زينب رضي الله عنها وأخويا الإمام الحسين والإمام الحسن رضي الله عنهما، وهذه الرؤيا أقلقتني وقد تكون سببا في توجيه مسار الترميم في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها أو مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. الرؤيا، وجدت أنني دخلت متحف من متاحف الآثار بمصر أشبه بالمتحف الحربي بقلعة صلاح الدين، وفجأة وجدت السيدة زينب والحسن والحسين رضي الله عنهم نائمين على ظهورهم، ووجدت الإمام الحسين رضي الله عنه وهو طفل، ثم رأيته وهو في سن الشباب مذبوح، ووجدت السيدة زينب رضي الله عنها وكأن جسدها مقصوص كالذبيحة والقص الجائر طولي، ومن ناحية الإمام الحسين رضي الله عنه، ثم فجأة وجدتها كاملة الجسد وطولها وعرضها وجسمها وتدوير ولون وجهها كمواصفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنظرت لي مبتسمة مستنيرة الوجه المصقول الأبيض المستدير الأنور المشرئب بحمرة، فحملتها على يدي، فدخل أناس كثيرون، فخصت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة لم أتذكر إلا واحدة منها، وهي: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهادي، من نادانا للإيمان فهو نعم المنادي، صلاة يفوح شزاها في كل نادي، وتملأ السهل والوعر والوادي،
تبلغني بها قصدي ومرادي، وتصلح بها نفسي وأهلي وأولادي، وتجيم بها علي إمدادي، وتنور بها فؤادي، وتجعلها عندك ذخري وزادي، وتصلح بها معاشي ومعادي عدد كل ذر وخاف وبادي، ترد بها عنا كيد الأعادي، وتسبغ علينا بها النعم والأيادي، وترزقنا شفاعته يوم ينادي المنادي. فوجدت بعض الناس يرددونها ورائي، ووجدت رجلا مجهولا بجانبي يقول صيغ أخرى، ثم وضعت السيدة زينب رضي الله عنها من على ذراعي أو يدي، ووجدتني أكتب في ورقة بجوارها إشارات كخريطة استرشادية، وكل إشارة عليها مثلث بسهم هكذا، وكأن النص بداخل المثلث والسهم في الأسفل شرح للشيء الموجود، السهم أمامكم كما ترون. وعندما امتلأت الصفحة كان في نهايتها مربع خالي، قلت سوف أكتب اسمي ولقبي حتى كل من يدخل ويمر من هنا للزيارة يعرفني، ثم قلت في نفسي أفضل شيء أن لا أكتب اسمي حتى يكون عملي خالصا لله تعالى. ثم استيقظت من النوم بعد الفجر. اجتهادات حول تفسير الرؤية. لقد سألت نفسي ما علاقة المتحف الحربي بضريح السيدة زينب رضي الله عنها؟ ولماذا جسدها كان مقصوصا؟ ولماذا أنا بالذات حملتها على يدي؟ فربما يكون هناك فريق هندسي من القوات المسلحة يقومون بأعمال ترميم في مسجدها ومسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وربما يتعرض ضريحهما بدون قصد من النبش فتأذى جسدها الشريف. ولذلك ألتمس من السيد رئيس الجمهورية توجيه القائمين على الترميم إعادة النظر في شيء ما يقومون به، قد يكون خطأ بدون قصد. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤلف المفكر الإسلامي سمير حفناء ومصر المنصورة، هاتف 0-122-39-55-8. وهذه الرسالة بعثتها إلى من؟ إلى رئيس الجمهورية، وأنتظر منه شخصيا الرد. أحسنت. لأن طالما الرئيس بيولي اهتماما بآل بيت النبي، أولى إن هو يرد على الرسالة دي. وبعدين عشان أنا أتبنى القضية وهبقى مسؤول عليها أمام الله، هذه صورة لرئيس الجمهورية، وهذه صورة لرئيس مجلس النواب المصري، ومنه إلى رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية السابق، ومنها نسخة للسيد الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر باسم مشيخة الأزهر الشريف. يعني أنت تفسر الرؤيا بأن هناك من يقومون بالترميم يقعون في خطأ غير مقصود. نعم. ولذلك أنا أنت تحتاج اللجنة التي تقوم بالترميم البحث عنه. الرئيس يعيد النظر في اللجنة دي. وأنا سألت بقى، ربنا ألهمني، اتصلت بالأستاذ الدكتور يسري جبر. نعم. وهو يسري جبر الحسني لأنه نسبه إلى الإمام الحسن رضي الله عنه. طبعا هو لم يتصل علي في نفس اليوم كله، فجئت وبعثت له الرسالة التي قرأتها عليكم على صفحته على الواتس، وبعدين رنيت عليه تاني يوم ما ردش. فجاء في اليوم الثاني قبل صلاة الظهر بنصف ساعة هو الذي اتصل علي وقال لي آسف جدا، أنا كنت خلصت متأخر من غرفة العمليات، ثم أخذوني لقناة الناس أسجل تسجيل تقريبا لوقت متأخر من الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ سمير؟ الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ خير الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت أنت في غرفة العمليات أمس امبارح، والله طول اليوم كان عندي الحال في غرفة المغرب. ربنا يبارك فيك ويطول. بعد المغرب كان عندي بقى تصوير لقناة الناس 11 بالليل. اللهم صل على سيدنا محمد، ربنا يبارك فيك وفي عمرك يا رب العالمين. الله يسلمك.
الله يحفظك. أنا كنت عايز أزورك أول أمس، ولكن لما لقيتك مشغول بقى قلت أجل الزيارة. تعالى صلي معانا الجمعة لو أنت فاضي في صلاة الجمعة. هتصل عليك أشوف إن شاء الله. لما قلت له هذه الرؤية قال ربنا يستر. من نفس التفسير الذي نفس اللي انت قلته. نعم ربنا يستر. نعم نفس التفسير. قلت له في ايه يا دكتور؟ قال لي ربنا يستر. قلت له هو ربنا يستر، بس انا اتحمل القضيه لوحدي بشكل كده، اتحملها لوحدي. لانك انت لازم، انت دورك ايه؟ قال لي انت لازم جسد الشريف. قلت له انا الوقت حسيت ان في حاجه في الترميم. قال لي تفسيرك صح زي ما انتم تسمعوا كده. في رؤيه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في رؤيه مبشره ولكن فيها شيء مقلق على العام يعني. وجدت انني دخلت متحف من متاحف الاثار بمصر اشبه بالمتحف الحربي بقلعه صلاح الدين، وفجاه وجدت السيده زينب رضي الله عنها والحسن والحسين رضي الله عنهما نائمين على ظهورهم بجوارها، الإمام الحسين رضي الله عنه على اليمين وهي والإمام الحسن على اليسار. فربنا ورانا هيئتهم هم صغيرة، الإمام الحسين وجهه مدور وزي ما يكون، شفت الناس في الفلاحين زمان لما يجوا يحلقوا الواحد يعملوا له قصة شعر كده ويقصها من فوق الحاجبين، فلقيت معمول له قصة حلوة كده وشعره سايب وسيح ومسترسل وصغير كده. وبعدين ربنا قام ورينا هيئته وهو شاب ايام كربلاء ومسبوح. ايوه الحاجه اللي لقيتني وجدت جواره كانه مقصوص جزء من جسمها من عند الذراع الايمن وجزء من الجانب الايمن وجزء من الفخذ، ثم وجدتها بعد ذلك سليمه كامله وجميلة جمال. ربنا ورانا طولها وعرضها ووجهها، فوجدتها كأنها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، كأن جسدها مقصوص كالذبيحة والقص دائر طولي ومن ناحية الإمام الحسين رضي الله عنه، ثم فجأة وجدتها كاملة الجسد وطولها وعرضها وجسمها وتطوير ولون وجهها كمواصفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنظرت لي مبتسمة مستنيرة الوجه المصقول الأبيض المستدير الأنور المشرئب بحمر، فحملتها على يدي الحتة الحلوة في الرؤية، أنا اشتلتها على إيدي. أنا عايز لما أجي لك يبقى فيه متسع عشان أعمل لقاء معاك، أعمل حاجة، ما نفسي أقعد مع الناس أهل الله دول أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي أقعد معاهم مش فترة طويلة، فأبقى خصص لي وقت ما تكون أنت فاضي فيه. ما جيت من اندونيسيا، انا مسافر يوم السبت. مسافر يوم السبت اندونيسيا اسبوعين. لما الله طيب وربنا يبارك فيك، لما ترجع بقى عشان ابقى في صحبتك في الحاجه، عايز اموت بقى واحنا معاك بقى مع الناس الحلوه دي. ربنا يكرمك، انت امتى كده كده مع الناس الحلوه. ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم صل على سيدنا. قلت له انت هتعمل ايه؟ هتقول ايه للنبي يوم القيامه؟ قال خلاص خاف. قال له خلاص انا هشيرها على طول، هبعتها على طول ليه؟ لاسامه، الدكتور اسامه الازهري. قلت له اسامه الازهري دي بقى لك ايه؟ قال لي جوز بنت فاطمه الكبيره. الله. قلت له يعني انت مستشار رئيس الجمهوريه زوج بنتك؟ بتاع ديت تكون على مكتب رئيس الجمهوريه. يبقى انا بعتت لمين كمان؟ اول حاجه رئيس الجمهوريه على رساله على صفحته الرسميه على فيسبوك وعلى تويتر والبريد السريع الرسمي الحكومي لدوان رئيس الجمهوريه. وبعثت لشيخ الازهر وهو قال لي هبعت لشيخ الازهر دكتور يسرى جعفر. قلت له بعتها لشيخ الجامع الازهر. قال لي حاضر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
فنحن يعني جيب أمر جلل في مصر، وقد يكون فيه شيء يجب الاحتياطات الأمنية منه. لماذا؟ لأن قبل أن يحدث تفجير لمديرية أمن القاهرة ب 12 ساعة، رأيت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها في منام، وكانت تحملها امرأة مجهولة تلبس زي أسمر، وتخرج جسد السيدة فاطمة رضي الله عنها من القبر، لا حول، وتحملها على يديها كما كنت أحمل السيدة زينب رضي الله عنها عليها. فقلت لها: من هذه؟ قالت: هي فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لها: ولماذا تحمليها؟ قالت: هي تشعر بقلق جدا، وتركت أرض الحجاز وتريد أن تدفن هنا في مصر. قلت: فيه واحدة هتسيب المكانة اللي فيها أرض الحجاز وفيها والدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعايزة تيجي عندنا فيه إيه؟ قالت: هي عندها قلق وخايفة على زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبو طالب. الله. فأنا قلت: طيب. قامت جاية جنبي الست اللي هي شايلاها، وقامت كشفت الوجه عنها. أول ما شالت الكفن من على وجهها رأيت وجهها جميل جدا، ولكن بالحقيقة إن السيدة زينب رضي الله عنها جمالها كان أكثر من جمال أمها فاطمة الزهراء. فأنا من شدة المنظر الحلو الجميل لآل بيت النبي قلت: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد. قامت مفتح فتحت عينها كده ونظرت ليا، فهي لقتني ان انا استحسنت من وجهها وانا عايز اتامل في وجهها، فهي عايزه تلفتني لشيء تاني. قالت لي: امال لما تشوف وجه ابي بقى. الله. وجه ابي نواره. اللهم صل عليه. نواره يعني ايه؟ صيغه مبالغه من النور. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. فانا قلت: هي قلقانه على زين العابدين علي بن الحسين ليه؟ أترن في حاجة. بعدها ب 12 ساعة حصل تفجير لمدير أمن القاهرة. سلم يا رب. لا، والأماكن دي قريبة لمين؟ لمسجد زين العابدين علي بن الحسين. سلم يا رب. رب فممكن التفجيرات دي تطول مين؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مصر. فهي قلقانة على الظروف اللي كانت بتحصل أيام قبلها. طب ما أنا شلت السيدة زينب. رئيس الجمهورية بيهل اهتمام لاهل البيت، في ناس بتعتبر الاضرحه دي شرك في وفي ناس بيعتبروها كفر، وفي ناس يعتبروا الفرق الاسلاميه اللي بيدخلوا المسجد دي تعدى على السنه، فيقوم واحد متطرف يقوم عامل عمليه ارهابيه تطول ايه المسجد قال بيت النبي يدمر. اذا احنا عندنا في الرؤيه دي بعدين، في بعد ايه؟ بعد هندسي فني تقني، في بعد أمني يجب تكثيف الإجراءات الأمنية على مساجد آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المناطق المحيطة. والمناطق المحيطة بها. وننتظر إن شاء الله الرد، وأعتقد إن السيد رئيس الجمهورية هيسعد جدا بهذه الاستشهاد. وأنا لست في حاجة ولا إعانة مادية ولا عينية ولا أي حاجة ان انا اقابل حد، او ان انا عايز اقابل الرئيس، او عايز اقابل مسؤول، او عايز اقابل. انا مش عايز الا ان اموت والله راضي عني، وانصر ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مصر. ربنا يجعل كل واحد بعت له هذه الرساله ويقوم عليها في مرافقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.